دول شمال أوروبا تشهد موجة حارة استثنائية جعلت الشواطئ والمتنزهات مقصد السكان المحليين، ففي بريطانيا التي سجلت أحر يوم في شهر سبتمبر منذ عام 1911 أصبحت مدينة برايتون الساحلية قبلة الكثير من البريطانيين. أحب الطقس الدافئ لأننا لم نشعر به خلال الصيف، وبالتالي فمجيئه في سبتمبر يجعله أجمل للتمتع بالشمس التي سنفتقدها لاحقا. بلجيكا التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 32 درجة في فترة ما بعد الظهيرة جعلت سكان العاصمة بروكسل يتوجهون إلى حديقة سون كونتنير للتمتع بالشمس. أما في هولندا التي بلغت درجة الحرارة فيها 31 درجة، فدعا خبراء الصحة في البلاد السكان إلى استخدام الدهانات الواقية من الشمس وشرب كميات كبيرة من المياه لا سيما للأطفال. ألمانيا التي ارتفعت فيها درجة الحرارة ما بين 9 إلى 12 درجة عن المعدل الطبيعي في ذلك الوقت من العام، لجأ فيها سكان مدن مثل برلين إلى حمامات الشمس بالحدائق العامة للتمتع بالحرارة الاستثنائية.